حسين انت ما شاء الله ممثل واعر، ولكن انت الشكل ديالك زوين، هادشي كيقولوا بزاف ديال الناس كيتبعوك. شنو هي اغرب حاجه وقعت لك مع شي معجبه؟ لان كنشوف لي كومونتير عندك البنات بزاف في فيستيفال مراكش، كان بزاف ديال الجمهور ديال البنات كيتسناك ملي كتوصل في طابيغوش. بغيت نعرف اغرب قصه وقعت لك مع شي معجبه. اغرب قصه المهم باش نقول لك قصص اللي كاين بزاف القصص اللي ماشي زعما هضره اللي تتكون مثلا هضره كبيره، ولكن تتقال بالزربه. يعني شي وحده تقول لك واش ممكن نتزوجوا انا وياك وانت ما عمركش فيها ولا جاوب فيها الخطيبات، ولكن زعما شي واحد تيقولها لك وتتقول ليه واش تهضر مني، تتقول ليها واش كتهضري مني، تقول لك هي راه زعما راه بصح. مي انا ديما ما كنشوفش هذا الجانب هذا بصح. انا كنحترم الناس اللي كيتبعوني وكنحترم المشاعر ديال اي واحد، وتنقول تنكون فرحان ملي كتعجبهم الخدمه اللي كندير هي الاكثر، هي اللي كنقدر ديما نهضر عليها اكثر من الشكل.